موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، الله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. لما كان الأسير تحت أمر آسره لو أراد قتله لقتله، كان كأنه كأنه مقتول، أو المصيبة متقاربة، مصيبة الأسر مثل أو قريبة من مصيبة القتل. ولذا قال قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. أخرجه أحمد في المسند بأبسط من هذا. هكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن ابن غزوان وهو قراد أبو نوح بإسناده، ولكن بأطول منه. وهكذا قال الحسن البصري. وروى ابن جرير عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم أي الأسرى، إما أن يقدم الأسرى، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك، فقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس في ذلك ما نكره. قال فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسار أهل بدر.
أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي. وهكذا رواه الترمذي، قال ابن كثير وهكذا رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه، وروي عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أما أن هذه معصية فقد سبق أن بينا أنه طالما كان هناك تخيير فليس هناك معصية إلا لو كان الاختيار ليس من أجل المصلحة ولكن من أجل الدنيا. فإذا خيروا فاختاروا شيئا من الاجتهاد لأجل الدنيا كان ذلك معصية، ولكن معصية من أراد الدنيا من أهل بدر، من أراد عرض الدنيا وليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ممن رجح قبول الفداء لأجل عرض الدنيا، ولكن بعض الصحابة حدث منهم ذلك، كما وصف الله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، لم يقل يريد صلى الله عليه وسلم ولا كل أصحابه، وإنما خاطب من أراد ذلك منهم. قال سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، فقد غفر سبحانه وتعالى. فلذلك نقول إذا كان قصد من عند أنفسكم بمعصيتكم فلا بد أن يفسر على غير ما وقع في بدر إلا لو كان هو إرادة الدنيا، لأن المجتهد إذا اجتهد على غير معرفة الدليل وعلى غير معرفة ما يرضي الله سبحانه وتعالى لم يكن خطأه مغفورا، بل يجب أن يبذل الجهد لمعرفة الحق إرضاء لوجه الله عز وجل واجتنابا لسخطه. فأما إذا كان يجتهد لموافقة عرض من الدنيا، والله إن هذا لا يقع كثيرا ممن يجتهد أو يختار فيما خير تخير مصلحة لا تخير رغبة. يعني إيه؟ يعني في تخير مصلحة زي مسألة الأسرة، إيه المصلحة فيه؟ قتل الأسرة، قبول الفداء، المن عليهم، استرقاقهم، ضرب الجزية عليهم وجعلهم ذمة، مفادتهم بأسارى مسلمين، وهذا من جنس الفداء بالمال أو بعمل كتعليم المسلمين. التخيير ده هو تخيير رغبة، زي تخيير مثلا كفارة اليمين فتحرير رقبة، قال فإطعموا 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ده تخيير مرد إلى إيه؟ إلى رغبة المكفر اللي عمل يمين، حلف يمين وأراد أن يكفرها، مخير بين الثلاثة دول مش مخير مع الصيام. الصيام إذا لم يستطف من لم يجد، لكن إذا وجد كسوة أو وجد إطعاما أو وجد رقبة فمخير تخير مصلحة. وكذلك فدية الأذى في الحج والعمرة، من لبس ملابس حلق شعره لحاجة من الحاجات فهو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى مخير تخير إيه؟ رغبة، رجع لرغبته، عايز يصوم يصوم، عايز يذبح يذبح، عايز يطعم 6 مساكين، ما يتقالش فيه ان ده تخير حسب المصلحة. تخير المصلحة لازم يدور على المصلحة ويختار. فاذا كان بيختار الامر ده من اجل شيء من الدنيا فهذا الذي يأثم به، ولو أخطأ لم يكن ذلك معفو عنه في يعني في أول ما وقع، إنما قد يغفر بعد ذلك كذنب من الذنوب، وهذا الذي حدث من بعضهم يوم بدر. ولكن العقوبة العامة والله أعلم إنما تنزل بذنب صريح ثم عفى الله عز وجل عنه. ولا شك أن المصائب قد تحدث بسبب إرادة الدنيا من البعض كما دل عليه حديث بأخذكم الفداء. قال ابن كثير وقال محمد بن إسحاق
وابن جريج والربيع بن أنس والسدي، قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. هو ده ابن جرير لم يذكره نصا بهذه الطريقة، بل ذكر أن ما أصابكم من عند أنفسكم قصد به خروجهم إلى أحد بدلا من البقاء في المدينة كما أمر كما كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فعلا الأقوال عند التأمل تدل على ما ذكره ابن كثير، لأنه عن الحسن وابن جريج قال معصيتهم أنهم قالوا أنه قال لهم لا تتبعوهم يوم أحد فاتبعوهم، كأنه حمل دي ذكرها في الأقوال في ذكر من قال ذلك، اللي هو إيه ذلك، اللي هو حين بخلافكم على نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ أشار عليكم بترك الخروج إلى عدوكم والإصحار لهم حتى يدخلوا عليكم مدينتكم، فلما قالوا قلتم أخرج بنا حتى نصحر لهم نخش في الصحراء فنقاتلهم خارج المدينة، يجعل هذا هو الذي عند أنفسكم، وجاب الأقوال دي. لا ده صريح جدا كلام ابن الحسن وابن جريج، قال لا تتبعوهم يوم أحد فاتبعوهم، ما تنفعش على القول ده. لا تتبعوهم يعني مين؟ الرماة، لما تلاقوا الكفار يتساقطوا ما تتبعوهمش عشان تاخدوا الغنيمة، بل اثبتوا مكانكم. هو ده القول الصحيح فيها، والله أعلى وأعلم. وقول السدي اللي ابن كثير ذكره ضمن هذا القول، قال بمعصيتكم إنكم عصيتم، وده الأقرب من قول من قال خروجهم إلى أحد وليس بقاؤهم في المدينة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يستشير الناس فيشير عليه بما رأوه أنه الأصلح في الحرب حتى لو كان خطأ، فهذا الأمر ليس مرادا به الدنيا. لماذا؟ لأن اللي خرجوا كانوا مستعجلين للإيه؟ للشهادة، كما قال سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، يعني اللي هم طلبوا الخروج كانوا ممن يريدون الإيه؟ الشهادة، فهذا ليس طلبا للدنيا. فما ينفعش يتقال في الأمر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيستشير الناس فيه فيشير عليه بأمر أن هذا هي المعصية، زي ما الإمام مثلا الحاكم أو القائد أيما كان يستشير أصحابه في أمر، فأشار بعضهم بشيء وأشار بعضهم بشيء، فأخذ أحد الآراء وعمل به، جاء كانت النتيجة غير مرغوب فيها، ما يقول لهمش بسبب كنتوا اللي اتخذنا القرار ده، لا ده خلاص احنا تشاورنا عملنا اللي علينا، وبعد كده يحصل ما يحدث ما حدث لا يلام من أشار بذلك، ودايما مش هو سبب المصيبة، سبب المصيبة معصية أثناء التطبيق أو في الإرادة والقصد، أو إن الإنسان يريد عرض الدنيا، يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، فهذا هو الذي يحدث به البلاء والمعصية. قل هو من عند أنفسكم، لابد أن تكون معصية هي التي تؤدي إلى ذلك. فقلنا يبقى الأمر ده يحتمل من عند أنفسكم، يحتمل الأمرين، أنهم أرادوا الفداء يوم بدر لعرض الدنيا ولم يريدوه للمصلحة، بخلاف من أراد الفداء للمصلحة كالرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأن ده أصح، أن الرسول هوى ما قال أبو بكر، وذلك لأن المصلحة كانت فيه وقد جعله الله فيه، جعل فيه المصلحة، وإنما عاتب الله عز وجل من أراد عرض الدنيا. والمعصية الثانية كانت معصية الرماة حين فارقوا أماكنهم وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده دليل على أن المعاصي قد تتأخر عقوبتها، وأنها أيضا قد تصيب قوما لم يرتكبوا هذه المعصية، ولكن يكون لهم فضلا ومنزلة وشهادة ورفع درجات. يعني
أولما أصابتكم قوله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كثر الخبث عم العقاب الجميع. طب وده يعاقبوا ليه هم ما عملوش وهم طيبين وهم صالحون؟ مش ده بقى بقاش عقوبة ليهم، ده بيبقى كفارة، ده يبقى رفع درجات، ده يبقى شهادة، ده يبقى إذن يكون لهم خيرا، ولا يكون عقوبة إلا لمن أراد الدنيا أو لمن كان كثير الخبث. أما المطيع لله فهو مأجور على ما أصابه ولو كان ضمن العقوبة العامة بسبب الفتن، نسأل الله العافية. لكن الفائدة المهمة التي نستفيدها من هنا أننا إذا تشاورنا ثم أخذنا موقفا فلا نلوم على النتائج بعد ذلك، مش ما أنتوا اللي عملتوا كده. المهم أن احنا نبذل جهدنا في الاجتهاد في اتباع الدليل، اتباع الحق، وفي إخلاص النية في إرادة الآخرة وليس إرادة الدنيا، لأن المسائل دي بتختلط عند الفتن وعند الاختلاف. هناخد أنه قرار، أنه موقف، نقدم ولا نحجم، نستمر أو نتوقف، نأخذ هذا الخيار أم هذا الخيار. ليس أمر سهلا، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى صدق في التشاور، يحتاج إلى إرادة وجه الله والدار الآخرة، وأيضا يحتاج إلى البحث عن الدليل وعن الواقع. لأن الإنسان لو قصر في الواقع وتوهم حاجات عشان هو له غرض معين ومش راضي يسمع وصف الواقع ده، يعني إيه؟ يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه رجع بالجيش من مؤتة لما شاف الواقع إن إيه؟ إن عدد المسلمين نحو 3000 وعدد الروم 200,000. طب والصحابة التانيين اللي هم اختاروا المسير والاستمرار في القتال، ربما كان ظنهم أن العدد ليس أقل من ليس بهذه الكثرة، وظنوا كان عندهم أمل في الانتصار على فكرة رغم القلة دي، لغاية ما تأكد أن الواقع أنه لا يصلح ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غزوة تبوك وأنفق أموالا كثيرة من أموال المسلمين، ثم لما وصل تبوك والروم لا يزال في بلادهم ما استمرش صلى الله عليه وسلم في أن يذهب من تبوك إلى الشام، ما هو لغاية القدس المسافة من تبوك للقدس أقل من تبوك للمدينة، يكمل. فقال ابن القيم رجع لقلة الظهر وشدة الحر وقلة المال، ما فيش حاجة توصل الناس دي، الجهد بلغ شديدا والصحراء محتاجة في محتاجة مياه ومحتاجة طعام وهناك نفقات كثيرة ولم تكن موجودة. دراسة الواقع ما تخليش يقول لا ده احنا خرجنا لقتال الروم يبقى لازم نخرج نصل الى الروم، لا، حسب المصلحة. فالرسول رجع ولم يعني يستكمل الذهاب الى الشام، وتحقق بذلك اعظم المصالح في تخويف كل الكفار من المسلمين. المسلمين دولة ناشئة وعزمت على قتال الروم، بس الدخول في المعركة مش لازم في الوقت ده، والله أعلم وأعلم. قال ابن كثير ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك، وليعلم المؤمنين الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب العودة إلى الجيش والقتال والمساعدة، ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد الجبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي يعني كثروا سواد المسلمين. قال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء، قال غيره رابطوا
فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. أو ده بقى مخالفة فظيعة للواقع. ليه؟ لغرض في النفوس. لو نعلم قتالا ما المشركين دول جايين يعملوا ايه؟ ده القتال ده اكيد هيحصل قتال طبعا بما غلب على الظن يعني. قال محمد بن اسحاق عن يحيى عن مسلم بن شاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرج إلى أحد، في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة، ده زي نص المسافة، انحاز عنه عبد الله ابن أبي ابن سلول بثلث الناس، وقال أطاعهم فخرج وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هو هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بنو سلمة، يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتأكدون يعني أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لابد آت إليكم. يعني لو أنت تعرف تدفع عن نفسك الموت باللي أنت بتقوله، ما أنت هيجي لك الموت في يوم من الأيام، لن تستطيع دفعه. قال والموت آت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.